السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وكابتن سيكو. حلقة النهاردة فيها موضوعين. الموضوع الأول كالعادة خالد الغندور بيستفز جماهير الأهلي، مش عارف والله وعايز مننا إيه. وتاني موضوع بقى في حلقتنا النهاردة هو إن صفقة مس الإمارات تقترب من الأهلي بقوة. بص بقى يا برنس، قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة دي، ما تنساش لو ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش بقى أحلى لايك، عايزين نوصل بالحلقة دي ل10,000 مشاهدة و1000 لايك بإذن الله دعما لأخوك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي كده على حبيبك النبي. نبدأ حلقتنا النهاردة، وأول موضوع في حلقتنا النهاردة هو إن كابتن خالد الغندور، كابتن إيه؟ لسطة خالد الغندور بيستفز جماهير النادي الأهلي، ودي حاجة بصراحة مش جديدة عليه. خالد الغندور بعد ماتش مصر وملاوي الأخراني طلع وقال الحمد لله اللي جاب لجوال الأربع أهداف، اللي جاب الأربع أهداف لمنتخب مصر كلهم زملكاوية. إيه؟ مش سامعك من الدي جي. كلهم زملكاوية إزاي يعني؟ لا بجد مش فاهم، أنا عارف إن اللي جاب الأجوان طارق حامد، زيزو، محمد صلاح ومرموش. كلهم زملكاوية إزاي؟ أنت عايز إيه يا عم الحاج؟ إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ ده أنت كده مش بتستفز جماهير الأهلي، أنت كده بتضحك جماهير الأهلي والله، إحنا بنموت كل يوم من الضحك. إيه يا برنس اللي أنت بتقوله ده؟ ما ينفعش يعني تطلع تقول الكلام ده، ده احنا حتى في رمضان، يعني يا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. يعني مش اسلوب ده، ازاي يعني حضرتك؟ يعني محمد صلاح وعمر مرموش زملكاويه؟ انت شايف كده؟ ماشي، يعني ما مش عارف اقول لك ايه والله. وعمالين يا جماعه بتقولوا التعصب ونبذ التعصب وفي فتنه. طب ما هو ده اللي بيعمل فتنه، وهو ده اللي بيعمل التعصب. لما يطلع واحد وما يعتبرش قليل وناس كتيره جدا بتشوفه يطلع يقول لك ان اللي جاب لي جوال كلها زملكاويه. ايه يا عم؟ ده انا لو من محمد صلاح تمام ومن عمر مرموش اقاضيه. انت باي حق اصلا تقول عليا زملكاوي ولا اهلاوي؟ يعني سواء انا عمر مرموش ولا صلاح انا اطلع كده اقاضيك. انت باي حق تقول عليا اهلاوي ولا زملكاوي؟ ازاي يعني يا باشا؟ انت تعرف انتماءاتي ايه؟ انت تعرف انا بشجع مين؟ ده محمد صلاح نفسه ما طلعش قالها. يعني عمر مرموش ما طلعش قالها. ازاي يعني؟ يعني مثلا محمد صلاح اول ما احترف لبس تيشيرت عليه رقم 72، وده تخليدا لشهداء النادي الاهلي. ينفع اطلع اقول ان الراجل عشان لبس التيشيرت ده بقى خلاص اهلاوي؟ طب عمر مرموش اصلا بعد الماتش اللي فات اللي هو بتاع ماتش مصر وملاوي سالوه المذيع، ساله وقال له ماتش الاهلي والهلال السوداني والكلام ده، الراجل قال له اه انا عارفه وطبعا عارف ان الماتش ده والاهلي ان شاء الله هيعدي المرحله دي، وساله انت في اي وقت ممكن تلعب للنادي الاهلي، قال له مفيش لاعب في مصر ما يتمناش يلعب للنادي الاهلي. شفت التصريحات دي؟ على الرغم ان التصريحات باينه اهي، ما ينفعش برضو اطلع اقول لك ان عمر مرموش اهلاوي، وما ينفعش اطلع اقول محمد صلاح زملكاوي ولا اهلاوي. يا باشا دي انتماءات هم ادرى بيها. اللي انت بتعمله ده تمام، ده هو اللي بيخلق الفتنه بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، هي دي الفتنه بعينها. فبالله عليك يا باشا، بالله عليك، احنا في رمضان او حتى غير رمضان، بالله عليك كفايه كفايه. يعني احنا يعني انا بصراحه يعني الحلقات بتاعتي لو انتوا كلكم متابعينها هتلاقي كل 3 4 حلقات لازم حلقه على كابتن خالد الغندور. طب ليه يعني يا باشا؟ ما كفايه يا باشا، كفايه يا باشا، ده انت يعني ده احنا اتهرينا والله العظيم. وانا بصراحه يعني مش قادر اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده يعني يا جماعه، لان الواحد صايم ولو اتكلمت اكتر من كده يعني بصراحه اليوم هيروح، وبصراحه يعني ما يعني ما مش ده اللي هيخلي اليوم يروح يعني من الاخر، يعني عشان نبقى متفقين. يعني اخدك بقى بسرعه لموضوع حلقتنا التاني، وهو ان ميسي الامارات يقترب بشده من النادي الاهلي. تقول لي ايه ده؟ ميسي الامارات مين يا عم؟ هي الامارات فيها ميسي؟ هو مش ميسي بيلعب في باريس سان جيرمان؟ اقول لك ايوه يا عم، ايوه مش ميسي ده، ما هو في ميسي تاني، في ميسي يعني العرب. هو اي حد، ما هو ممكن باي لاعب بيلعب كوره كويس ولمسته للكوره كويسه نلقبه باي حاجه. فالراجل ده اتلقب بان هو فعلا ميسي. اللاعب ده لاعب تونسي وكان بيلعب في النجم الساحلي وعمل مع النجم الساحلي مواسم ولا اروع، واللاعب ده ساب النجم الساحلي وانتقل لعجمان الاماراتي. ها عرفته ولا لسه؟ عموما اللاعب اسمه فراس بالعربي. اللاعب ده يا جماعه اسطوره، اللاعب ده حكايه
تمام. على الرغم ان اللاعب ده لما ساب النجم الساحلي وراح لعجمان الاماراتي، جماهير النجم الساحلي طلعت واتهمته وقالوا ان هو ساب النجم الساحلي وراح الامارات عشان الفلوس. والراجل بصراحة طلع وكذب وقال لا يا جماعة، انا رحت الامارات علشان عايز اخوض تجربة جديدة في الدوري الاماراتي. تمام. اللاعب ده يا جماعة هناك متألق، اللاعب ده ساهم في 21 جول، احرز 13 جول، تمام، وعمل اسيست ل 8 اهداف. تخيل تخيل يعني 21 جول. تقول لي يا عم الدوري الاماراتي يعني هو جاب 21 جول يعني في الدوري الانجليزي؟ اقول لك لا يا باشا، اهدى كده عليا. الدوري الاماراتي والدوري السعودي دلوقتي بقوا في حتة تانية، بقوا في حتة تانية، عشان بس نبقى ايه متفقين. اللاعب ده على فكرة الاهلي دخل في مفاوضات جدية يا جماعة مع نادي عجمان الاماراتي علشان يخلص معاه. تمام. الاهلي قال ان هو هيحط مليون دولار في اللاعب ده، والاهلي قال برضو ان هو ممكن يطلع لحد 1.5 مليون دولار علشان يحصل على خدمات في راس بالعربي ميسي الامارات. هقول لك بقى اللاعب ده بيلعب فين. اللاعب ده بيلعب في المركز رقم 10، تمام، وبيلعب وينج يمين وبيلعب وينج شمال وبيلعب كمان شادو سترايكر. يعني بص من الاخر كده، اللاعب ده هيخدم خطه مارسيل كولر. اللاعب ده لاعب كده فيه من ريحه الحاوي، في من ريحه وليد سليمان، في لاعب برضو بيلعب برجله الشمال وعنده مهاره وليد سليمان، ولكن كمان عنده حته زياده قوه بدنيه. اللاعب ده قوي بدنيا، تسديداته طلقه، تمام، يعني بص لعيب ولا اروع، لعيب فعلا هيبقى عنده الهويه بتاعه تيشيرت النادي الاهلي، وهيخدم يا جماعه ان شاء الله خطه مارسيل كولر. وزي ما بقول لك اهو، وخلينا ان شاء الله مع بعض وربنا يدينا ويديكوا طول العمر، اللاعب ده ان شاء الله بنسبه كبيره جدا في النادي الاهلي ان شاء الله الموسم اللي جاي. خلصت حلقة النهاردة السريعة دي، بس بالله عليك لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشير على قد ما تقدر. أشوفكوا على خير وحلقة جديدة. سلام.